ملك يوم الدين. أعزائي الكرام، هذه الجلسة كما قلنا هي جلسة محمدية يجمعهم باختلاف النشاط. فندق تافنا تابع لمؤسسة التسيير السياحي. بمناسبة شهر الأنوار واستمرارا للاحتفالات بمولد رسول الله، قدم فندق تافنا التابع لمؤسسة التسيير الفندقي والسياحي حفلا على شرف موظفيه وساكني مدينة مغنية. المشفع الذي يشفع لنا يوم القيامة، كل الأنبياء بهذه المناسبة الشريفة وبمناسبة المولد النبوي الشريف، نهني الأمة الإسلامية ونرحب بكافة زبائن الفندق والعمال وكذلك العائلات، وإن شاء الله تكون دورية، إن شاء الله تكون مناسبة دينية ولا وطنية، عيد وطنية ولا، إن شاء الله تكونوا حاضرين معنا وتشرفونا، إن شاء الله مرحبا بكم. به الدنيا والفرحة به الدنيا والآخرة. سدى فقال لها كوني محمد صلوا على رسول الله. مرأة عجوز كبيرة تحمل واحد الزاد واحد المتاع ثقيل عليها. تخلل الحفل كلمة لفضيلة الشيخ شادلي مصطفى بدراوي الذي شنف أسماع الحاضرين بكلمة تعطرت بذكر رسول الله، إضافة لابتهال قدمه الشيخ باعتباره خريج مدرسة حادي الأرواح وحضر ممثلا عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف. وحضرنا في هذه الأمسية مع إخواننا ابتهاجا وفرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا كممثلين أئمة ممثلين الشؤون الدين والأوقاف، يعني مديرة الشؤون الدين والأوقاف والوزارة تعكف دائما في يعني الاحتفالات والابتهاجات التي تقام عبر المساجد وخارج المساجد. إحنا كأئمة يعني نفرح ونسعد حينما نرى هذه الاجتماعات وهذه الأفراح تقام فرحا وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شوقا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. شكر موصول لكل من حضر وحاضر وسعى لإنجاح هذه الأمسية الطيبة وهذا الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. كما نشطت كل من فرقة بلابل الرائد التابعة للكشافة الإسلامية الجزائرية وفرقة المديح الصوفي وصلاة من المدائح المحمدية التي أطربت الحضور الذي تفاعل معها باستمتاع. احتفال كان متواضع بحضور هذه الوجوه النيرة، بحضور الشيخ بدراوي وحضور فوج الكشافة، فالحمد لله على هذه النعمة اللي رانا فيها، نعمة الإسلام، نعمة الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشكر الجميع على تنظيم هذا الحفل هذا المتواضع إن شاء الله. شكرا لكم، بارك الله فيكم، معكم على المباشر فرقة بلابل الرائد إن شاء الله في حفل المولد النبوي الذي نظمه أوتيل تافنا، بارك الله فيكم.